دياب وعيلته بحس بأمان، بحس اني مش لوحدي. خلاص انا هعمل معاكي ديل جامد قوي. انت تيجي تقعدي عندي شهرين تستمتعي فيهم بالجو الاسري الهادي اللي انا عايشاه، وانا اجي اقعد عندك عشان اعرف اركز واذاكر بقى والنبي. ايه يا ليلى، في ايه؟ مالك؟ ابدا بسمع كلامكم، بس اللي يسمع بلاوي الناس تهون عليه بلويته. ازيك يا مرة؟ ازيك يا اهاب؟ صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا اهاب. ايه انا ماشيه بقى عشان اشوف محسن، عايزين حاجه؟ لا مش سي. تيجي معايا؟ لا انا هفضل. عايز اتكلم معاكي. اوكي. تعبت من الرفض يا مروه، حاسس اني فاشل. ساعات بحس بالذنب ناحيتك اني سمحت لنفسي وحبيتك، وانا عارف ان ابوك عمره ما هيوافق عليا. لازم يوافق، ايهاب انت الحاجه الوحيده الصح في حياتي. وانا كمان انا من غيرك ممكن اموت. اخبار الاكل؟ انا ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. انا يعني شايف الرجاله اللي بتشتغل ممكن بيد البنات. مروه جايه حالا يا دكتور. اولاد هيبي ولا ايه؟ اه طبعا جيت، واقدر اسيبها محدده وما اقدرش ابعد عنها ثانيه. عايزين اي مساعده مني ولا حاجه؟ لا الف شكر يا دكتور، ربنا يخليك. حنان حنان عندك كده، عشان البصل ده ممكن يخليك تعيطي. لا يا دكتور على فكره ده بصل اخضر ما بيعيطش. انا شايف ان هو ما بيعيطش برضه يا دكتور. حضرتك تقعد في الظل واحنا نجيب لك اكل. طب بقول لك ايه، انا شايف ان احنا ناخد اكلنا ونخلع من هنا. اوكي يلا. طب انا هقعد هناك بقى. اتفضل يا فندم. اتفضل. علمي السمك. انت كويسه؟ طب يلا عشان ما يلوش عليك. ايه مالك؟ في ايه حنان؟ انت في حاجه بينك وبين الدكتور فوزي؟ انا حاجه ازاي يعني؟ يعني شايف نظرات ولمسات ودمه خفيف. لا يعني. عزت كله لا ده، انت بتشك فيا يا حبيبتي؟ انا لو شكيت فيكي هتشوفي الوش تاني غير ده خالص. احنا انا ما شفتش فيكي ولا حاجه حبيبتي، بس هو الراجل ده ببصاته كده بيجنني يا حبيبتي. انا اسمعي بس، اي حاجه انت نفسك فيها اجيبها لك والله. عايزه الان خلول. والله لك بيقول اريبه. ابويا كان تاجر كبير، فجاه خسر كل حاجه، مات بحسرته. امي ما استحملتش، ماتت بعديه على طول. سابوني انا لوحدي اشقى واتعب عشان اصرف على نفسي وعلى جدتي. عشان كده بتخاف من الفقر؟ عارف اكتر حاجه بحبها فيك ايه؟ ايه؟ انك راجل بتعتمد على نفسك. عارفه اكتر حاجه بحبها فيك ايه؟ انك بنت جدع ودايما واقفه جنبي. طب خلاص بقى، خايف من ايه؟ احنا جنب بعض اهو، بنحب بعض. وبعدين انت مخك كبير قوي، بتفهم في مليون حاجه، تقدر تعمل حاجات كتير قوي. حبيبتي انا عمري ما هخاف طول ما انت جنبي. مالك يا بابا؟ ايه اللي مسهرك لدلوقتي؟ في حاجه؟ مفيش. مفيش ايه؟ وانا مش عارفاك. في ايه؟ لازم اتجوز مره. هو ده اللي مسهرك؟ طب ومستعجل على ايه؟ عملت ايه في الشغلانه؟ رفضوا. ولا يهم، بكره تفرق وتلم لك قرشين، بس استنى شويه على الجواز. ما ينفعش استنى، لازم اتجوزها. هو في ايه؟
بلاوي؟ ليه كده يا إيهاب؟ ليه ده انت عندك اخت؟ انا ما ضحكتش عليها، احنا الاثنين بنحب بعض وكنا عايزين كده. باباها هيوافق؟ مش عارف. ايه يا إيهاب؟ خير؟ صباح الخير يا بابا. صباح الخير. في حاجه؟ يعني لازم بقى في حاجه عشان واحد يشوف ابوه. لا يعني عشان اصلك اول مره تيجي الصبح بدري يعني. كنت عايز اتكلم مع حضرتك في موضوع. تعال خش. فطرت؟ شبعان. ما تقول يا ابني وخلصنا. انا كنت عايز حضرتك في موضوع يعني. يوه وانا عايشك؟ ما قلت لك قول. طب اقوم انا. اقعد انت. حضرتك عارف ان ماهيتي صغيره. فهمت الموضوع باختصار، عايز فلوس. ايوه. روح قول لامك بقى تفك ايدها شويه. انا ببعت لكم كل شهر 500 جنيه. وهم ال 500 جنيه دول بيعملوا حاجه الزمان ده؟ دي هي اللي بعتها. اسكت انت. ده موضوع خاص بيا انا. انا بحب واحده وعايز اتجوزها في اسرع وقت. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل للشباب اليومين دول. يبقى الواحد فيهم مش لاقي اللضة وراسه ألف سيف لازم يتجوز، وبعد كده ياخد مراته ويدور يشحت بيها. هو اللي يطلب مساعدة ابوه يبقى بيشحت؟ امال انت عايز ايه؟ عايز سلفة، عايزك تساعدني زي ما اي اب بيساعد ابنه. انا ابويا ما ساعدنيش، انا عملت نفسي بنفسي، اشتغلت وتعبت وعرقت. اعمل لكم شاي. شاي ايه بقى؟ هو ماشي خلاص. انا نازلة بقى يا ماما، عايزة حاجة؟ لا يا حبيبتي، مع السلامة. الله يسلمك، باي باي. تتأخريش بعد الكلية، تعالي على طول، عندنا ضيوف. ضيوف من دول؟ عريس. عريس؟ عريس غني قوي من بلدنا، من الأعيان، سمع عنك وعن أخلاقك وجاي عشان يخطبك. هو محسن؟ الواد التلميذ ده لا يعرف يساعدك ولا هيقدر يتجوزك من أصله. ده انتي حقتك تتغرطي في عبك. ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ حرام عليكم، محسن خطيبي. انتوا مش عارفين احنا بنحب بعض قد ايه؟ يا هلا، أبوك عايز مصلحتك. مصلحتي ايه؟ انا مصلحتي مع محسن ومش مع حد غيره، ومش هتجوز حد غيره، واللي عايزين تعملوه اعملوه براحتكم. قلت لك يا سيد، البنت مش هتوافق، العيال بيحبوا بعض. وانا بتتنيل انت كمان بلا حب بلا نيله. احلى صباح شربات على هلال حبيبتي. ازيك يا قمر؟ زي الزفت. ايه هذا مالك فيه؟ جابوا لي عريس من الاعيان. نعم يا اختي، جابوا لك ايه؟ ما بشوف اروح اتكلم معاهم. عريس ايه؟ يعني ايه عريس؟ مش فاهم. مرمانين ايه ان شاء الله؟ روح اتكلم معاهم بقى يا محسن. محسن رايح فين؟ روح اتكلم معاهم وشوف ايه موضوع العريس. عيان ايه يا هاله؟ ابوك ده وش عيان؟ وديني اطلع على السقف. بقول لك ايه، ده ابويا برضه. يوم اجيب لك عريس عليا يا هاله؟ ما انا رفضته، مش هقابل حد. قابلي حد ليه؟ هو كان جاي لكم ان شاء الله. الراجل شوكي فين؟ تعرفين منين؟ قولي لي. ما اعرفوش، ده من البلد ولا ايه؟ سمع عني. اسمع يا هاله، لو اهلك عايزين يجوزوك الراجل ده روح اتجوزيه. يلا كده برضه. الله يسامحك، الله يسامحك. يا هاله، يا هاله اسمعي، اسمعي مجنونه. هنعمل ايه؟ لازم اقابل باباكي. لو رفض يبقى نعمل اللي احنا عايزين. انا مش صغير ولا انتي صغيرة، دي حياتنا. عزت، فوزي، عزت، فوزي. ألو. ألو دكتور فوزي. انا حنين. هو انت ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ ظروف، شغل كتير والتزامات، السنين عدت وما حسيتش بيها. ولا ما لقيتش اللي تختفي حنان؟ مش ممكن، انت شقيقه خالص.
جايز دلع. جذبني ليك لما شفتك أول مرة، فكرتني بالبنت الوحيدة اللي حبيتها. شعرك، حكيتك، عينيكي، يا ربي كلها أنت. متجوزتهاش ليه؟ أهلها يا ستي غصبوها تتجوز واحد تاني، واحد جاهز. جوزها وسافرت معاه. لما شفتك حسيت كده إنها رجعت لي تاني. تسكي ممكن تردي، مفيش مشكلة.